السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أريد حلا. لم يعد حلم الزواج يؤرق منام معظم الشباب، بل أصبح في نظر البعض مشروعا مؤجلا إلى ما شاء الله. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى الجمعيات الأهلية مؤخرا أن أكثر من 23% من الفتيات لا يرغبن في الزواج، في حين تزيد الأرقام لدى الشباب العازفين عن الزواج إلى 32%، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول أسباب شيوع هذه الظاهرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتداعياتها على الصعيدين الاجتماعي والأسري. ولكن قبل أن نبدأ حوارنا، دعونا نسمع إلى شهادة من إحدى الحالات التي تعاني من هذه المشكلة ولنا عودة. عمري 31 سنة، بشتغل بصيدلية، عندي أختين أصغر مني مزوجين وصار عندهم أولاد. طبعا الحوار والنقاش اللي دايما بيكون موجود بكل قعدة معهم مع رفقاتي وإخواتي وأقاربي، إنه ليه بعدك ما تزوجتي، أو شو ناطرة، ويلا حتعنسي. ومع إنه كل الأشخاص اللي عم يجوني هن بيكونوا مناسبين يعني، بس أنا بكل صراحة رافضة فكرة الزواج كلياً وشايلتها من راسي بسبب المشاكل اللي عم شوفها عم تواجههم لهن ذاتهم، له الأشخاص، أو مش بالضرورة هن، لكتير ناس حوالي من أقارب وأصدقاء. بشوف إنه أنا إنه ماني مضطرة إنه أجي أشتغل كل نهار لأصرف على واحد، أو اختلف أنا وياه وضلنا متنقرين على تربية الأولاد، أو شي يوم يمد إيده علي يضربني، أو يحدلي من حريتي مثلاً كأنه يمنعني روح زور بيت أهلي. أنا عايشة مدللة عند أهلي، ماني معودة على هيدا الجو. لذلك أنا أخذت قرار بحياتي بشوفه إنه هو القرار الصائب، يمكن هو يكون مشكلة، يمكن يكون غير صحيح، بس أنا بشوف إنه قراري هو الصح بالنسبة لحياتي، هو إنه أنا رافضة فكرة الزواج. مشاهدينا عودة معكم، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيوفي في الاستوديو فضيلة الشيخ حسين إسماعيل إمام مسجد السيد عبد الحسين شرف الدين في صور. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بحضرتك. بارك الله بكم. كما ومعي أيضا الدكتورة سمر بشير معالجة نفسية. دكتورة سمر أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. بداية مع حضرتك فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. يعني هل نفهم فضيلة الشيخ أن التأخر في الزواج أو العزوف عنه يكون اللي بيعمله هو قد نقص من الدين، وبالتالي الحالة اللي شفناها هي فتاة عازفة عن الزواج لقناعات معينة سمعناها، هل فينا نقول أنه شرعا هي مقصرة أو في نقص بدينها؟ بداية لابد من الفصل بين الحديث عن الرسول صلى الله عليه في موضوع الزواج وبين المشكلة التي طرحتها الأخت نظرت إلى الزواج من خلال مشاكل المجتمع فحاسبت نفسها. وهذه المشاكل تحصل للبعض وليس للكل، فعليها أن تنظر إلى يعني مشكلة الزواج من جميع النواحي، النواحي التي تحصل، وأيضا في المكان التي لا تحصل فيها هذه المشاكل. أما بالنسبة لحديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حول كراهية العزوف عن الزواج، وحول أن الزواج هو نصف الدين وعلى الإنسان أن يحصل نصف الآخر، نعم الزواج هو مصدر لاستقرار الإنسان نفسيا وروحيا، وهو حصانة للإنسان في المجتمع، حيث أن الإنسان لديه حوائج، لديه متطلبات. الله تبارك وتعالى سن سنة للإنسان بأن تقضى هذه الحوائج من خلال سنة الزواج. نعم الزواج يعني قال الفقهاء بأن الزواج في نفسه مستحب استحباب مؤكد، ومكروه للإنسان أن يترك الزواج، لكن هذا الحكم قد يصبح واجب، قد ينقلب من الاستحباب إلى الوجوب فيما إذا توقفت استقامة الإنسان على أن يتزوج. وإذا يعني تأملنا بموضوع يعني الزواج كونه يشكل الاستقرار والسعادة
والحياة التي يحتاجها الإنسان. الإنسان يحتاج إلى الزواج من أجل أن يعيش. يعني فكرة تأسيس كيان أسروي في المجتمع يتكامل مع كل الكيانات. نعم الزواج مكروه أن يعزف عنه الإنسان حتى ولو لم يقع في المعاصي ولم ينحرف، لأنه طريق إلى الله عز وجل. وهناك عدة عناوين إن شاء الله نتكلم عنها في سياق الحلقة. نعم دكتورة سمر، بهمنا كثير نعلي على الحالة اللي استمعنا إلها. يعني هي قالت أنه يمكن هي مدللة عند أهلها، هي شخص منتج منا، يمكن لأنه هلأ يمكن صار في مشاركة بمصروف البيت منا مضطرة أنها تصرف، قالت منا مضطرة أنه يمنعها أنها يمكن الخروج، وأيضا يمنعها يمكن من عملها وكل هذه التفاصيل. برأيك فعلا قد إيه هذه الأسباب التي ذكرتها الفتاة هي فعلا أسباب منتشرة بين الفتيات اليوم اللي هن عازفات عن الزواج أو مأجلين الفكرة نوعا ما؟ أنا بداية تحية لك كل المشاهدين الكرام. أنا بدي وافق فضيلة الشيخ بشغلة كتير أساسية هو قالها حاليا، أنه ما فينا من خلال حالة خاصة ندرس موضوع بس العزوف عن الزواج. اللي بدي أقوله بس رغم هيك صحيح هيدي ظاهرة أصبحت موجودة بمجتمعاتنا، نحن لم نشهدها من قبل، ويمكن هلأ وصلنا يعني إذا بدك للحد الأقصى أنه صارت ملموسة هيدي الظاهرة، صرنا عم نشوفها وبكثرة. ولكن بكل الأحوال ما بنستطيع نعمم حالة خاصة على موضوع العزوف عن الزواج. للعزوف عن الزواج أسباب كتير عديدة ومتعددة. إذا بدك بهاي الحالة بالذات يبدو أنه الأخت مش عم بتعيش تجربة إيجابية بمحيطة بموضوع تكوين الأسرة والزواج، يعني عم بتشوف نماذج قدامها يبدو أنه أغلب النماذج اللي عم بتشوفها هي نماذج مش عم بتكون ناجحة وغير موفقة. عشان هيك قلت لك بريح راسي وبلا هالتعب كله والعذاب، أنا عندي اللي قلتي صحيح تماماً، موضوع الاستقلالية المادية، موضوع انه الحرية، موضوع الراحة عند الأهل، ليش لا خوض تجربة يمكن توصلني لمحل أنا ما بدي إياه؟ طبعا هذا تفكير منه منطقي، لأنه مش معناتها إذا ناس بعض الأشخاص حوالي فشلوا بتكوين أسرة لازم أنا أكون فاشلة. ولكن صح هي عندها وجهة نظر عم بتطبقها على هذا الموضوع. للعزوف عن زواج أسباب كتير متعددة. نعم احيانا منها طلب العلم، يعني نحن هون عم نحكي عن عمر 31 انه متخرجي، انت بتلاقي احيانا بعض الفتيات بهالعمر اصلا ما خلصوا ما تخرجوا بعض. اذا بدنا نحكي عن طبيب مثلا، الطبيب بهالعمر على ابواب التخرج اصلا ما تخرج بعض. فواحدة منهم ايضا كمان موضوع التعلم، موضوع الاحساس بالحريه الشخصيه اكثر، موضوع ترتيب الاولويات بهذا الزمن. حتى الشاب صار في موضوع ترتيب الأولويات عنده مختلف عن الأول مثل ما قلت، لأسباب أيضا كمان هي موجودة بخصوص هالزمن. يعني إذا بدك نحكي عن بعض الأسباب، الحاجة الجسدية مثلا عند الشباب هلأ صار في إمكانية أنه تتلبى هذه الحاجة خارج إطار الزواج، وهذا الشيء صار معروف للأسف وموجود عنا بالمجتمع أنه بعدة طرق، وسائل الاتصال الاجتماعي انتشارها بهالسرعة واعتماد الناس عليها سهلت هذا الموضوع، صار في إمكانية للتواصل مع الجنس الآخر، إمكانية لإقامة علاقات وإلى آخره. فهذا الجانب ربما كان دافع شوي للشاب أو للفتاة نحو الزواج، هلأ صار ملبى بمحل وبطرق متعددة. مش كتير بدنا نفوت بتفصيلها، بس بتعرف أنت في طرق كتير متعددة وأنواع زواجات متعددة إذا بدك بالعالم العربي كله، مش بس مش بس عنا، في طرق متعددة لتلبية هالحاجة. أنا لفتني شغلة هذيك اليوم، الأمم المتحدة كانوا عم يدرسوا إمكانية إطالة عمر المراهقة لل 21. نحن كنا معترضين على عمر المراهقة 18، هلأ عم فكروا يطولوه، لأنه كمان الاستقلالية للشاب يعني عم بتزيد، سنوات التعلم عم بتزيد، الشاب عم بيطول ليستقل عن العائلة، ما قادر يرتبط بمسؤوليات، ما قادر يكون عنده عمل، ما قادر يأسس، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي اللي نحن عم نعيشه بعالمنا للأسف
من بطالة، من فرق، من إذا بدك يعني بطالة مقنعة، يعني بيكون الواحد عم بيشتغل ولكن شغل كتير هامشية ما بتقدر تساعده ليمتلك الوضع الاقتصادي، يكون مسؤول عن بالضبط لحتى يكون مسؤول عن أسرة. كمان هيدا سبب كتير أساسي عم يخلي الشباب يعزفوا عن الزواج بنفس الوقت اللي المتطلبات تاعية الزواج صحيح. عم بتزيد البطالة، عم بتزيد المشكلة الاقتصادية، عم بتزيد متطلبات الزواج. صح التعبير، في مشاكل متعلقة صحيح. بالفتاة ومشاكل متعلقة صحيح. بالشاب صحيح. وفي أمور خاصة بالمجتمع. هذه الظاهرة سنتكلم هي عنها. اقتصادية اجتماعية بامتياز، لها عدة أسباب مش سبب واحد، مش بس الموضوع موضوع شخصي ونفسي، له علاقة بالمجتمع من الجانب الاقتصادي والاجتماعي، له أكثر من جانب صح. يعني تفضل فضيلة الشيخ. على كلام الدكتورة سمر بشير، كلام كتير مهم خاصة بالأسباب اللي ذكرتها. في أسباب عديدة لعزوف الشاب عن الزواج قبل الفتاة، لأنه مطلوب من الشاب هو يبادر للزواج عادة، ومطلوب من الفتاة تساعده، ما يكون عنده متطلبات كتيرة حول مشروع الزواج. لكن اللي أنا بدي أقوله يعني من المفترض أنه الشاب يملك ثقافة ليواجه التحديات، ما يستسلم للتحديات. اللي احنا عم نشوفه أنه الشاب عم بيستسلم لهالتحديات اللي بتعوق بينه وبين مشروع الزواج. عم يستسهل. يعني مثلا على سبيل المثال، دائما بحط فكرة براسه أنه مش قادر أنا ابني مستقبل بهالبلد، فلازم سافر. بس السافر وشاب ببداية عمره عنده متطلبات، بيرتبط بزوجة من خارج مجتمع. نحن مش ضد الارتباط بزوجة أخرى، لكن في حالة تكامل بين الزواج وبين المجتمع والبيئة اللي الإنسان بيعيش فيها. الشاب بنفس الوقت ما عم بينتبه لثقافات مواقع التواصل الاجتماعي، انه عم تعطيه مفاهيم مش كلها سليمة مش كلها صحيحة. نحن مش عم نقول انه مواقع التواصل شغلة سلبية بالمطلق، لا، إلى حسناتها وإلى سيئاتها، فيما إذا تم إدارتها من قبل الشباب بشكل سليم وبشكل صحيح، وخاصة بالنسبة للمواد والأفكار التي تطرح. هون في دور بترتب على من يوجه الشباب نحو فهم موضوع الزواج. يعني عندنا بالدرجة الأولى البيت، الأم والأب لازم يفتحوا أولادهم شو هو الزواج وليش الزواج، وأنه هو لازم يكون مشروعكم ويكون مستقبلكم وتفكروا فيه وتسعوا له. تفضلت الأخت وذكرت أنه في عدة أمور عم تخلي الشاب يعزف عن الزواج، هو الموضوع الاقتصادي. الموضوع الاقتصادي نعم يدفع الشاب للعزوف عن الزواج، لكن المفترض ما يعني يمنع من السعي للزواج ولمعالجة هذه المشكلة. بعتقد أنه الأسباب كثيرة، لكن الاستسلام للأسباب عم بيخلي الشباب يستسلموا للعزوف وللاعتكاف عن مشروع الزواج. مفروض نحن يعني بهالحلقة أو بحلقات أخرى أنه يتم توجيه الشباب من قبل المعنيين يعني فضيلة كيف يواجهوا الأزمات. دور الأسرة، ولكن أين دور علماء الدين هنا في هذا الإطار؟ يعني الأسرة أجل لها الدور، ولكن نعم. عليكم أيضا هناك مكاتب بتكلم صراحة عن دور علماء الدين، وخاصة أنه الدين له تأثير كبير على سلوكيات الإنسان وعلى سلوكيات الشاب في المجتمع. أنا اللي بشوف أنه في تقصير ببعض المحطات حول موضوع توجيه الشباب لموضوع الزواج بأكثر من محطة. الزواج مش مجرد ارتباط مع زوجة منفصل عن مشروع إقامة أسرة. أنا بفهم الزواج بناء أسرة، مجموعة من العناوين تترابط مع بعضها البعض، ينهض بها الشاب وتنهض بها الأخت في إطار الزواج كعنوان يبني حياة إنسانية سليمة على الأرض. علماء الدين اللي أنا عم بلاحظه ومتابعتي للقنوات الفضائية، القنوات اللي بتركز على معالجة القضايا الاجتماعية ومشاكل الشباب هي قليلة جدا. هذه القنوات عم بيتم التركيز على الغيبيات وعلى الموارئيات، وهذه ثقافة يعني ثقافة خطيرة، لأنه ثقافة الغيبيات تدفع الإنسان
نحو ثقافة الثقافة الباطنية أو الثقافة الروحية الخطيرة التي تفصل الإنسان عن الواقع وعن المجتمع. يعني الإنسان بس يتعمق بالغيبيات كثقافة باطنية يشعر الإنسان بأنه في عالم آخر، وكأنه غير مسؤول عن مجتمعه، غير مسؤول عن دوري في هذا المجتمع. بعتقد أنه هذه الثقافات اللي عم تتقدم وعم بيتم التركيز عليها إلى دور كبير بحجب عقول الشباب عن التفكير بمستقبلهم الطبيعي الذي هو بناء أسرة. لأنه الآن يقول زواج، عم بقول بناء أسرة، عم بقول التقرب إلى الله عز وجل، عم بقول أن يكون لدي ذرية صالحة. للأسف ما عم بيتم التركيز على هالشي. وهون برجع بقول الثقافات الغيبية عم بيكون إلى أثار سلبية على المجتمع بالزواج وخارج الزواج. الزواج مش بس لوحده مطلب لبناء الإنسان، أيضا في مطالب أخرى من علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، لكن موضوعنا نحن بتعلق بقضية الزواج. صحيح. حقيقة أنا بدي أعلق على كلام مولانا أنه نحن فعلا يعني ما كتير عنا بنشوف بالمجتمع دور لرجال الدين بتوجيه الأشخاص المقبلين على الزواج. وأنا بتصور هاي المؤسسة الدينية، ما بعرف كل المؤسسات الدينية، لازم يكون في إلها دور بهذا التوجيه. يعني إذا نحن بدنا نشتغل عمل كتير بسيط، بدنا نعمل صيانة أجهزة خلوي، بنروح بنعمل دورة، بنجي على تكوين أسرة طويلة عريضة، بيروحوا بيكتبوا كتاب، بالنهاية بيروحوا عند رجل الدين. ما في توجيه. أنا بتمنى أن يكون في برامج عم بتوجه هو الشباب لهذه الحياة الأسرية اللي صارت هلأ بهالزمن نحن فيه، فعلا بحتاج يمكن لكورسات، ما بعرف يشترطوا ما بعرف يشترطوا أنه أي شخص بده يتزوج مؤهل، يعني يكون قبل مؤهل هو بنيه حيصير مسؤول عن أطفال الشرعية كيف يتعاطب. يعني مش محاكم لتسجيل الزواج أو لتسجيل الطلاق، مع أنه الطلاق بالمحاكم أكثر من الزواج. بالضبط. وأنا بتصور موضوع اللي ذكره مولانا أنه التركيز على الغيبيات، يعني لما بيجي شاب بيطرح مشكلة المادة الوضع الاقتصادي لقاله، أنه يقال لقاله أنه تزوج الله بيغنيك، معلش ما الله سبحانه وتعالى قال اعقل وتوكل. وحديث الرسول، وفي كتير أحاديث أنه من عنده يسار، معلش أنه ما فينا نقول أنه يلا زدت حالك بالنار والله سبحانه وتعالى هو بينشلك. الله سبحانه وتعالى قال اعقل، نظم، خطط، بعدين وتوكل على الله سبحانه وتعالى هو بينقذك. يعني بدل ما أنا أقول له هيدا الشاب، نحن كمان فعلا شبابنا عم بيقول مولانا أنه شوي بيستخفوا بتطوير ذاتهم، بتطوير حالهم، بحل مشكلاتهم. إذا عندي مشكلة أنا، إذا عندي عقبة لازم أكون عارفة كيف بدي أتخطى هذه العقبة. فيني أنا حسن من طريقة شغلي، فيني حسن مهاراتي، أتعلم، أعمل دورات، ما بعرف، لاقي طريقة لحتى يكون وضع الاقتصادي يسمح أنه أسس هذه الأسرة اللي هي أساس ببناء مجتمع. مش عم نحكي عن شغلي هون هامشية، عم نحكي عن شغلة كتير أساسية، نواة هذا المجتمع، نواة المجتمع، وتحقق الاستقرار لهذا الشخص سواء حس بهالشيء أم لا. فعلا الزواج وتكوين الأسرة يساعد كتير على استقرار الوضع النفسي، ويساعد على استقرار الشخص، ويساعد على إظهار أفضل ما عنده، ويساعد على الوصول إلى الكمال والتكامل الإنساني اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجله. فليش نحن ما منشتغل على حالنا، ننمي قدراتنا؟ ليش بدنا نكون خاضعين هالقد إنه والله أنا عندي شغلة من هالوقت لهالوقت وبتطلع لي هالقد وخلصت؟ هذا الزمن ما بعاش فينا نتعامل هيك. صار الإنسان مفروض يطور مهاراته، يطور قدراته لحتى يقدر يكون عم بيواجه هذا التحدي. حلو. نحن بهذا الإطار نفضل في الأخت الدكتور عفوا ليش ما بصير برامج حول توعية الشباب بالنسبة للزواج، أنه إذا في مجال يعني الشاب يعالج المشكلة المادية ويكون الزواج ضمن المطلوب، ضمن اليسار، مش مطلوب يكون في عندنا شقة كبيرة. صحيح. والشاب يكون عنده سيارة بمنطقة معينة، وظيفة من درجة أولى. يعني نحن نتكلم اليوم عن أمور، صحيح، عن أمور المادية فضيلة الشيخ. ويقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. نتحدث بصراحة فضيلة الشيخ، يعني من اليوم من الأهل أو من الفتيات بيقبلوا أنه ياخذوا حدا فقير على قاعدة أن الله سيغني؟ يعني ما يمكن ما تيسر الأمور شوي، أنه مفهوم الأهل للزواج بيكون خاطئ، بينعكس سلبا على الأولاد. بصير الأولاد يحملوا مفهوم أيضا سلبي عن الزواج، أنه الزواج
هو انفتاح على الواجهة، الزواج هو انفتاح على الغنى وعلى البطر. أكيد. ولكن أيضا اليوم الفتاة يعني مش بس إذا فينا نقول عم تأخذ من الأهل، الفتاة عم تدفع الثمن، الفتاة عم تدفع الثمن بمطلق الأحوال أكثر من الشاب. الفتاة عم تدفع الثمن أكثر من الشاب. الفتاة هي يعني عفوا من كلمتي، الفتاة هي الدور الأكبر اللي بدها تنهض في موضوع الزواج ما بعد الزواج. هي الأم وهي الأخت وهي المربي وما شابه ذلك. الشاب عم بيستهتر بموضوع الزواج وبيعتبر انه عنده فسحه بهالحياه، مش مستعجل على الزواج، قادر بهالفسحه من الوقت يسافر، يكون بلبنان، قضي اوقات الفراغ بما يلهيه عن واجباته، بينما الفتاه تبقى منتظره الشاب المؤمن الذي ياتي ليشاركها، لانه الزواج هو شراكه بين الشاب وبين الفتاة لبناء أسرة كما ذكرنا. الشيء اللي هون يعني أنا بدي أكد عليه أنه فهم الأهل لموضوع الزواج يقع ضمن إطار تنافس عائلي في المجتمع حول الوجهة. عندي صهر غني، عندي صهر عنده مركز معين، إذا كان كذلك أهلا وسهلا، إذا والله ما بيجيني صهر مثل صهر فلان أنا ما بدي زوج بنتي، هذا ما بيجوز، هذا حرام شرعا، هذا قضاء على سنة الزواج. فلذا نحن اللي منركز عليه مفروض يصير في برامج للتركيز على أهمية الزواج ومساعدة الأهل على زواج أبنائهم، وبنفس المجتمع إذا شفنا شاب بسن الزواج نقول له ليش أنت بعدك مش متزوج، كما لو قلنا له إجا وقت الصلاة ليش بعدك ما صليتش. الزواج لا يقل أهمية عن الصلاة، الزواج لا يقل أهمية عن الصوم في شهر رمضان. الرسول صلوات الله عليه قال من تزوج فقد أحرز نصف دينه. صحيح. نعم، الزواج يؤمن الحصانة والاستقرار النفسي حتى الإنسان يتوجه إلى الله عز وجل ويتقرب إليه بالصلاة بالصوم إلى ما هنالك. هذا اللي أنا عفوا بدي أقوله، لازم يكون عندنا برامج حول الزواج، أبعاد الزواج، صفات الزوجة، صفات الزوج، كيف بدنا نواجه المشاكل، مثل أي برنامج آخر حول أي موضوع ديني. أنا بوافق مولانا بخصوص البرنامج، ولكن أنا بدي أقول لك بصراحة المشكلة أعمق من هيك بكثير. نحن بالأساس لما هذه الفتاة عم تربى مثل ما قال فضيلة الشيخ، والأهل والشاب عم يربى، شو عم بيحط وشو الأشياء اللي عم بيحطوها بحياتهم، شو الأهداف، نحن وين رايحين؟ إذا شفنا أنه الأمور المادية بتحقق لنا بعض السعادة ولكن هي مش الهدف، للأسف نحن بمجتمعاتنا هلأ مستغرقين بالأمور المادية نتيجة اللي قاله مولانا المقارنة، أنه صهر فلان وصهر علتان ولا آخره. للأسف رحنا على التطرف في هذا الموضوع، يعني بطلنا نعمل عرس إلا إذا كلف ألاف دولارات، عشرات ألف دولارات، وآخر شيء هذا للوجهة بس مش أكتر. أنت لما بتربي فتاة وشاب يؤمنوا أنه السعادة ما بتجي من أمور مادية، نعم الحاجة هي مشكلة كتير كبيرة. الإمام عليه السلام بيقول عندما يدخل الفقر من الباب يخرج الحب من الشباك، هيدي حقيقة ما فينا ننكرها. نحن المطلوب نأمن الحد الأدنى لمتطلبات هذه الأسرة، ومثل ما في بالعالم في مؤسسات وجمعيات مجتمع مدني، تعرفي انت مثلا مثال الاعراس الجماعيه اللي بتنعمل وغيرها، تساعد هو الشابين الناشئين انه يتزوجوا. في بعض الدول بياخذوا مبلغ مالي من الناحيه لما يكون في يتزوج. مشاكل ماديه دكتوره، ولكن الحاله اللي عرضناها هي حاله يعني في بعض الاشخاص عم يجوها مناسبين، هون عندها هي مشكله بموضوع النماذج اللي شايفه قدامها واضحه. انه بدي اقول لك عقده حتى ما نقول انه بدها حل هالقد، عندها نماذج قدامها عم بتعيش حياة أسرية مش مظبوطة، فأخذت هذه النماذج وطبقتها وقلت لك خلاص خلصنا. أنا شو بدي بهالشغلة؟ تجري عندكم حالات من هذا النوع أكيد دكتورة؟ أكيد يعني أكيد على نفسها. صح. من خلال صح من خلال كم نموذج مشهد شفته بمجتمع اللي عم تعيش فيه، من خلال صديقتها أو سمعت عن إنسانة زوجة ظلمة. ولكن فضيلة الشيخ هو ليس فقط بالمشهد، فنقلت يعني هالشيء وقصته على نفسه عفوا بشكل يومي عن حالات طلاق، مش بس طلاق، عم نشوف قتل، يعني هناك جرائم بين الزوج وزوجته اليوم، نشوف زوج قتل الزوجة وزوجة قتلت الزوج، طلاق، خيانة، أمور كثيرة يعني أصبحت يعني صارت، إذا فينا نقول الحالات اللي موفقة بزواجها هي حالات نادرة.
صار الأهم الأغلب هي حالات غير موفقة. أنا بدي أقول له عفوا لمولانا، بلكي كمان منضوي على نقطة، بلكي هيك كمان رجال الدين مسؤولين عنها، موضوع الخلافات الزوجية. وأحيانا يعني مش بس عنا بالدين الإسلامي، حتى بالدين المسيحي، موضوع صعوبة الانفصال وصعوبة الطلاق. بتلاقي أحيانا المرأة بتعاني كتير لحتى اللي توصل، وإحدى الأسباب يمكن إحدى العقد اللي سببت لها الأخت هي هذا الموضوع. هلأ طبعا الطلاق مش مختلفين أنه نكسر هذه العائلة، هذا شيء مش مسموح ببساطة. لا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش، مش مختلفين. ولكن بمحلات لما بيوصل الزوج أنه بده يضرب زوجته أنه إلى آخره، وبتلاقي أنه ببلش يمرمط فيها بصراحة، يعني أحكي الأشياء مثل ما هي تحت لي يوصل الطلاق. طبعا هذا شيء كتير عم بيأثر على البنت، خاصة بهالزمن صارت بتحس حالة حرة، وكأن إذا زوجت ستقيد، لأنه ما حتلاقي حدا إلى جنبها إذا يوما ما طلب الطلاق. خاصة للأسف مضطرين نحكي هذا الشيء إذا كان في أولاد، ببلشوا يستعملوا الأولاد ككبش محرقة، ممنوع تشوفيهم. أول شيء بيقولوا الزوج ممنوع تشوفي أولادك إذا بتطلقي وإلى آخره. هيدي الشغلات ما بعرف شرعا لازم يعني يصير في مرونة. يعني عم تتفضل في نحن صراحة عم نعيشه بالمجتمع. أنا بعتبر أنه الزواج هو ثقافة حقوقية بين الزوجين. في حق للزوجة على زوجها، وفي حق للزوج على زوجته، حقوق وواجبات. وهذه الحقوق بدين يتعاونوا على تقديمها لبعضهما البعض. ما في انه حق بالقوة يفرض وبده يتقدم 100%، لا بده يصير في تعاون. الانسان بمر بعض الاوقات ما في يقدم الحق 100%، بيقدم 60% 50% بعض الاوقات، بعض الاوقات اكثر، بعض الاوقات بوصل 100%. فليكن بدي ارجع اقول الشيء اللي نحن بنقول انه المشاكل الموجوده بين الزوجين هي مرتبطه بثقافه بتربيه. يعني انسان تربى ببيت بشوف بيو بيضرب امه، بشوف بيو بهن امه، تاثر بشخصيه بيو، نقل هالتجربه لزوجته بالبيت. او بالمقابل بنشوف زوجي، هذه من المشاكل اللي احنا عم يعني نلاحظها وعم تجي يعني صراحه لعندي على المسجد، انه بعض الازواج عم بيشكوا انه انا يا اخي بيجي على البيت كنا عم بشتغل، بلاقي زوجتي قاعده على الفيسبوك، بلاقي زوجتي قاعده على الواتساب، عم تحكي مع صديقتها، عندهم مشكله عم يحلوها على الواتساب. شو بعمل وكيف بدي اتصرف، كيف بدي اعالج المشكله، وشو بدي اقول لهديك، وشو بتنصحيني؟ الانسان مع المواقع التواصل بينسى الزمن، ما في ضوابط للزمن، ما بيقدر يضبط حاله بالشكل السليم. يعني بمر بشكل سريع يمكن ايضا. بحكي معه بقول له انا جاي لارتاح، لاقعد انا وياك، لا تحدثيني وحدثك، لحتى نعيش الموده والرحمه. بتقول له انا هلا مش فاضي، هلا بتزعل مني صديقتي، هلا صحيح بتقول ممكن انا بدي احكي معه. في بعض الرجال بيجوا من عملهم على مواقع التواصل، بالتالي ما بيشتركوا في صحه العائله. صح، مش بس هيك مشتركة. مولانا نحن للاسف بهالايام بالذات ما بدنا نغفل انه المراه صارت عم تشتغل، وللاسف احيانا بنلاقي الزوج مبسوط كثير بهذا الشيء، عم بحملها مسؤوليات المراه والاتكال اتكاليه الرجل اكبر بكثير من طاقتها. سنتوقف ضيوفي الكرام واياكم وكافه المشاهدين مع فاصل ولنا عودة. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد. عزوف الشباب عن الزواج ظاهرة مستجدة في مجتمعاتنا، فكيف ينظر الشارع إليها؟ زميلتنا لما يوسف استطلعت أراء الناس وعدت لنا بالأراء التالية، دعونا نتابع. الزواج، مين عنده إمكانية الزواج بالأول؟ هو اللي مجوز عم بيطلق. إيه بهالأيام هي عم تتعلم البنت، عم تتزوج يعني متأخرة. إيه بسبب علمها. في عندها طموحات انها تعمل مثل الزلمه يعني. البنات ما عم يقبلوا يتزوجوا. اول شيء لانه في ضيقه ماديه كثير كبيره على الشباب، فعم بيأثر بي، فالمره بتقول لا خليني انا عم بشتغل وعم شيل حالي احسن ما اعلق بمشاكل زوجيه بعدين كرمال هذا اللي عم بيصير معنا. عم شوف البنات المتزوجين ومشاكلهم وعدد تعدد الطلاقات، فعم بيصير عندنا خوف من هيدي الخطوه. اذا ما عنده بيت مش مأمن على بيت، مثلا في ناس ما بيقعدوا مع حماتهم. نحن قعدنا مع حماتنا.
بشكل عام البنات طالعين يعني مطالبين زيادة عن اللزوم، والشباب كمان يعني ما قد المسؤولية من كثرة الفقر يلي عم بيصير، يعني منا مضطرة تتجوز وتقعد تعتر حالها وتعتر هالولاد اللي بدهم يجوا. يعني كل ما تطور الإنسان علميا وثقافيا ممكن أو حتى ماديا ممكن يكون عنده اكتفاء، والصبية نفس الشيء مثل الشاب. بالنسبة للبنات لأنه عم يشوفوا قدامه موضوع الطلاق شو عم بصير قدامه والمشاكل الاجتماعية، وبنفس الوقت الموضوع الاقتصادي بالبلد. البنات عم تشتغل صارت مثل الرجال كمان، مثل الشباب صاروا، لأنه حاصلة على كل شيء وبتشتغل ومعها مصرياتها وسيارتها وخلص ما بدها عريس. أول شغلة الأهل بيقولوا له بدنا بيت. طب مش قادر يأمن بيت شو بيعمل؟ وين بده يقعد بالشارع؟ ما حيحطوا بنتهم بالشارع. هلا الشباب كلها عم تضحك على البنات يعني ما معها تتجوز، عرفتي كيف؟ والبنات مثلا إذا لقوا وحدة معها مصاري عندها بيت موظفة وظيفة منيحة عم يتجوزوها، إذا لقوا وحدة منا موظفة ولا شيء. كذا حدا إجا لعندي قال لي إذا عندك بنت موظفة شيء بدي أخطبها لابني. ضيوفي الكرام أعود أرحب بكم مرة جديدة مع حضرتك فضيلة الشيخ. ويمكن آخر تعليق اللي هي عم بتقول إنه صار عم يجي لعندي ناس عم يطلبوا إذا بعرفوا فتيات عندهم عمل، فهون بالتالي قديه فعلا يعني الشاب عم بفكر باتكالية هنا على الفتاة إنه شرطه الأساسي فيها يكون عنده عمل، وقديه فعلا يعني برأيك صارت موجودة موجود هذا الموضوع؟ خلينا نفرق بين شغلتين، بين الشاب اللي بيبحث عن فتاة لحتى يستعين معه مش بها على بناء أسرة وعلى بناء متطلبات الزواج، وبين الشاب اللي بده يتكل على أخت تأمن المصارفات. في فرق بين الاثنين. حكما الشاب الأول نحن معه في عبء على الحياة الزوجية، وإذا أخت قالت له مثلا أني بعمل وبتعاون أنا وياك وما في عندي أي مشكلة، وما في مشكلة إذا هو عم بيشتغل وكان مخلص. أما الشاب التاني هو مستغل وعنده خلل ثقافي، نرجع بنقول في خلل ثقافي عند قسم من الشباب إنه عم بيعيشوا الاتكالية على إنه مطلوب من الفتاة هي تقوم بأعباء الزواج، وهذا شيء غير صحيح. بدي أرجع على المشاهد اللي هلأ شفناها، إنه نحن صح البعض عم يقول إنه أعباء الزواج المادية زادت، هذا الكلام مش دقيق 100%. نعم زادت وقت اللي نحن بدنا شقة كبيرة وبدنا سيارة وبدنا وظيفة وبدنا مصروف يومي بتجاوز $100 مثل عم نسمع عن البعض، حكما يعني هذا شبه مستحيل عند الطبقة الوسطى أو الطبقة العامة. لكن إذا شفنا بيت متواضع ومصروف مقبول ضمن الحاجة فالزواج ممكن. يعني هذا الكلام ما فينا ناخده بشكل مطلق كلمة وبتنحكى أنه فعلا في أزمة مادية الشاب مش عم بيقدر يتزوجه. نحن عم نشوف بعض اتكالية، الشاب مش عم بيحط براسه أنه يتزوج، الشاب عم بيحط براسه أنه يسافر. وهذا اللي أنا بحذر منه، الثقافة الغربية غزت عقول شبابنا من خلال مواقع التواصل ومن خلال الانترنت، صار يشوف الشاب حياته ضمن الحضارة الغربية سافر على بلد غربي يشتغل يتزوج ابن أسرة. لو أنه الشاب بفكر بجدية أنه يبني مستقبله ببلده، وإذا سافر لبرا بده يسافر ليرجع من شان يبني حياة مستقرة، حياة زوجية تحمل سمات الإسلام اللي الله عز وجل تحدث عنه والنبي تحدث عنه، فهالشي ممكن. يعني بالشكل المطلق مش كل الشباب معذورين. يعني نحن خلينا نفرق بين الشباب اللي عندهم حالة من الاتكال وبين الشباب اللي فعلا عندهم دي وهن عم بيسعوا. هون أنا بدي أذكر حالي يعني بعرفها، في قسم من الشباب وضعهم المادي للأبوين ضيق جدا، فهني عم بيكونوا معيلين لوالديهم، وهذا عم بشكل ضغط عليهم أنه ما يفوتوا بمشروع الزواج. هذه المفروض كمان نعمل لها حل. يعني كمان قلة العيال أحد اليساري كما يقول الإمام، أنه أنا إذا بدي أفكر جيب عائلة من 5 أولاد وستة أولاد وحتى 4 أولاد وفوت بهذا المشروع بالوقت الحاضر يمكن صار شبه مستحيل، وفي أعباء يعني عم تترتب. كانت بالسابق الحياة مختلفة
تماما عما نحن عليه الآن. بس إذا اتفق مع الزوجة أن يجيب ولد أو ولدين ضمن قدرتهم، شو المشكلة؟ ايضا يعني كمان هيدي النقطه فينا نفوت فيها على نقطه بحاله، ايضا حكيت انه السكن مع بيت العم او اهل الزوج، بعض البلاد العربيه هي يمكن نوعا ما موجوده. صحيح. ولكن هلا نحن يمكن اليوم بوقت صارت مرفوضه لدى الفتيات. صحيح. يعني وهي قالت الحجه اللي قالت انه بس هلا بنات اليوم ما بيقبل وجيه اليوم ما بيقبل. صحيح. ما الذي تغير برايك؟ اول شيء انا بدي وافق فضيله الشيخ على انه نحن بنقدر نسهل موضوع الزواج من الناحيه الماديه، ولكن كمان بدي أكد أنه لا، نحن فعلا بأزمة اقتصادية كتير كبيرة. ما فينا نقول ما فينا نتخبأ. حتى أهل الفتاة لما بيسألوا عن البيت، أحيانا الشاب حتى يمكن ما بعرف إذا بيقدر يستأجر بيت، إذا يقدر يدفع إيجار بيت. ما فينا نتغاضى عن هالمشكلة، هي مشكلة حقيقية وموجودة. نعم، بدنا ننتبه نحن كيف نشتغل على حالنا، كيف نقدر نوصل لمحل نكون يعني نكتفي بالاعتدال، ما نبالغ بالمتطلبات المادية سواء للحياتنا الزوجية أو للمظاهر الثانية اللي عم تقطع بحياتنا شاب أو فتاة. ونعم، الشاب اللي بيطلب فتاة عم تشتغل هو عم بيفكر بعقل، عم يفكر بعقلانية، مش لتصير هي يتكل عليها. وللأسف مع أنه عم تنقلب الزهرة بالأيام، إيه فعلا في رجال يمكن زوجته معاشها أعلى معاش وبتشتغل لوقت أطول، هذه مشكلة حقيقية كمان، أنه زوجة عم تضطر تشتغل لوقت طويل، أحيانا زوج دوامه بيكون أقل من زوجته، ما في تعاون. بتصير المرأة، أنت بتعرفي بمجتمعنا للأسف، أنا حب أدوي على هذه المشكلة، بمجتمعنا بعدنا نحن بالوقت اللي عم نطلب فيه زوجة تعمل بعنا مش مستعدين للتعاون معها. يعني هي مطلوب منها تعمل، بنفس الوقت كافة متطلبات المنزل هي مطلوب منها تعملها، أيضا كلها من الطبخ والتنظيف والأطفال وكل شيء مطلوب. هي بدنا ننتبه كتير منيح، الشاب اللي بيطلب حدا بتشتغل زوجة بتشتغل بتساعد وبتعينه تمام على أمر هذا البيت، ولكن بده ينتبه لشغلة أنه هو بده يكون مستعد للتعاون معها. حلو. مش أنه كل متطلبات ملقات عليها وبتشتغل برا، وآخر شيء بده يشتكي من تقصيرها. بعدين بيجي بيشتكي أنه والله ما عم تقعد معي ومدري شو إلى آخره. بدنا ننتبه لهالشغلة، نحن مش ضد، ولكن بدنا نبلش نشوف شباب بيفوتوا على البيت ممكن يساعدوا بالواجبات البيتية. للأسف هذا مش كتير بنشوفه بعد. ممكن بالغرب للأسف، يعني مضطرين ناخد هذا المثال، ولكن مش ضروري نشبه حياتنا بحياتهم. بما أنه غصب عنا عم تشبه حياتهم ببعض المرات، بيتفقوا الزوجين مرة أنا بطبخ مرة أنت بتطبخي، بتداوروا مرة أنا برعى الولد مرة أنت بترعيهم، مرة أنا بظهرهم مرة أنت بتظهريهم إلى آخره. فبدنا ننتبه لهذا الموضوع حتى ما نكون عم نوقع بإشكالية معينة. نعم، السؤال اللي قلتيه بالنسبة للسكن، السكن عند الأهل هيدا كان سائد وكان طبيعي سابقا، ولكن هلأ الفتاة مش أنه من باب أنه هيك جزافا ترفض السكن، لأنه بتعرفي أنت قديش هذا شيء بسبب مشاكل، لأنه طبيعة العلاقات داخل الأسرة تغيرت، اختلفت، ما عادت مثل الأول. كان بالأول البي هو السلطة حتى على ابنه، يعني كان كلامه بيمشي على ابنه على وعلى كنته وعلى الكل. هلأ لا، هلأ الشاب حتى بيقولك أنا بدي أعيش بهالطريقة، بي ما خصه معي، حتى هو بيختلف هو بيه، أنه معلش يعني إذا أنت كنت حتختلف أنت وبيك إذا عدت معه، يعني مش معقولة أنا أتوافق معه أكتر منك. فمن باب أنه نتجنب المشاكل، أنا بفهم وجهة النظر هاي، من باب أنه نتجنب المشاكل داخل هالأسرة نكتفي، يعني مثل كمان بيكتفوا ببيت صغير بداية الزواج مش غلط، مثل ما قال مولانا مش ضروري أنا بدي بيت 5 غرف بطلب بمنطقة معينة، ما ضروري، فيني بلش حياتي الزوجية ببيت 3 غرف ممكن بلش، ولكن بشكل مستقل متواضع من حيث العفش ومن حيث كل شيء، وبعرف كيف دير مصروفي فيه وبيكون على قدي، منا مشكلة. بعدين الناس بتتطور بشغلها، بتتطور بتتحسن أوضاعها المادية، منغير إلى آخره. معلش خلينا نبلش بداية أدنى نحن شخصين. وكمان موضوع الأولاد والإنجاب، إيه صحيح نحن بنجيب أولاد على قدنا لأنه صارت متطلباتهم كتير كبيرة بهذا طبعاً الزمن، تربية ومدارس. بدي سلط الضوء على قضية كتير مهمة بهذا الإطار، وهو أنه من الأمور اللي عم بيعانوا منها الزوجين، الزوج والزوجة، فيما لو كانا يعملان ما عم بيكون في أوقات يقعدوا مع بعضهم أو يقعدوا مع أولادهم. نعم. وجدتني قضية مثل القضية، صحيح، أحد الأشخاص بيعمل مهندس وزوجته مهندسة،
فعم بيقول لي بدي طلق. قلت له ليه؟ قال لي ليش الزواج اذا ما بيجمع بين الزوجين؟ نحن ما بنشوف حالنا الا بس ننام، حتى بس ناكل بناكلش مع بعضنا. فهي ماخذ الوقت بعملها بالشغل بتشتغل فيه، وانا ماخذ الوقت بعملي. حتى الولد مش عم نقعد معهم. يعني حتى صارت الام هي الخادمه اللي بالبيت. حكينا مع الزوجه انه تخفف من شغلها كونها يعني عندها شغل حر. فهي بتعتبر انه ما بتقدر يعني اعتادت على نمط معين، قلت لها بالحد انه لمصلحه اولادك، عرفت علي كيف؟ قالت ما في غير. الزوج بنفس الوقت انا قلت له من حقك فيك تطلع، لانه انت بدك زوجة تشاركك بمشاعرك وبهالحياه بشكل عام. قلت له هذا الشيء ما بيجوز. الزواج مش بس بالبطاقه نحن متزوجين، بالبطاقه نحن متزوجين. الزواج هو عمل حيوي، هو اخلاق، هو سلوك، هو مشاعر، هو موده، هو رحمه. فلذا من هون لابد من يعني ناخذ بعين الاعتبار انه عمل الزوجه ما ينتقص وما يأثر على دورة في البيت أو اتجاه الأسرة. فعلا يعني بلشنا نعاني من هالمشاكل. بتعرف مولانا أنا أحيانا بيجول عندي حالات بيقولوا لي إنه بلا ليه بتشتغلي وقت هلا طويل؟ إنه ليه بتشتغلي؟ بيكون عندها أولاد صغار، جايبي ولدين ورا بعض، إنه ليش ما بتوقفي؟ إنه أنت عندك مثلا ولدين بدك تهتمي، بتقول لي يا ريت. بتقول لي يا ريت انه في حالات هي تتمنى انه ما تشتغل، ولكن الوضع اكيد الوضع مختلف، حالات مختلفه يعني. كمان بدي اكد على شغله انه مش كل الادوار يلي بتقوم فيها الزوجه قادر الزوجه يقوم فيها، خاصه دور الأمومة مع الاطفال. صحيح دور الأمومة، دور التربيه. صح. صح. الرجل بطبيعته ما عنده الصبر اللي بتملكه الحنان يمكن اللي بدها تعطيه مع الولد في التربية. تماما، قد ما يكون عنده الصبر بيبقى صبره محدود. فضيلة الشيخ، صنفت جمعية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الزواج المبكر الذي يدعو له الإسلام أنه عنفا موجها ضد المرأة، وطلبت بالتراجع عنه على اعتبار أنه انتهاك لحرية الأفراد، أنه الفتاة بعمر صغير هي خيار ممنوع عم بيكون صحيح يمكن، فبالتالي هو عنف ضدها. يعني بدنا نسأل نحن شو هدف الجمعيات؟ هل هدفها تبرز صورة غير سليمة عن الإسلام؟ خلينا نقرأ الإسلام بشكل كامل وبشكل واضح ونميز بين التقاليد والعادات. وبين مفاهيم الإسلام المنفتحة على مشاكل الإنسان. يعني بعض الأوقات الشيء قد يكون واجب بصير محرم، يعني مثل الإنسان عم يصوم بشهر رمضان وعنده مرض معين والصوم بضره، الصوم اللي كان واجب عليه صار محرم عليه. بنفس الوقت نحن خلينا يعني نشوف، يمكن الإسلام حث على الزواج المبكر ببعض المحطات، لكن لعله الطبقة كانت تختلف من زمن الرسول صلى الله عليه إلى عصرنا الحاضر. والإسلام بلاحظ بعض الأوقات أنه يعني مصلحة الزوجة بموضوع الزواج، لأنه الزواج ليس بالإقراه. يعني حتى يعني الأولياء خاصة الأب يعني ما فيجي يفرض الزواج على بنته، وهذا الزواج ما بينسجم مع مصلحتها من جميع النواحي. فلذا مردود هذا الكلام من قبل هذه الجمعيات اللي عم تنتقد الإسلام، إن هي عم تتكلم عن تقاليد وعادات موجودة بعض الدول العربية، انه بزوج البنت 9 سنين او 10 سنين. هذه حاله محدوده مش موجوده عندنا، يعني حتى بلبنان مش موجوده عندنا. خلينا ينظروا الى ثقافه البيئه اللي عم بيعيش فيها المسلم وقديش عم بتفاعل مع اسلامه. فما ناخذ ثقافه ان صح التعبير، يعني هذه الثقافات الموجودة بالمجتمعات اللي جزء من تقاليد انه هي ثقافة اسلامية. نعم، بدك تشوفي بالضبط العمر اللي عم يحكوا عنه. يعني زواج مبكر كلمة كتير واسعة، ويمكن يكونوا عم يحكوا عمر 9 سنوات 10 سنوات. هذا الشيء ما عادش موجود الا كعرف وتقليد ببعض المجتمعات بشكل ضئيل جدا. فما فينا ناخذ هيك التعريف بالمطلق. دكتورة، شفنا باستطلاع الرأي اللي مرق منذ قليل انه في شاب قال وحط نقطة كتير مهمة، وهي المستوى العلمي والتطور العلمي ايضا اللي حاصل داخل المجتمع.
المجتمعات، وهذا الشيء فعلا عم نلاحظه. صح. ايضا من خلال الحاله اللي شلبناها، يعني هي عندها صيدليه، فهي بالتالي معلمه وخالصه علم. نعم. وهذا الشيء صرنا نشهده انه فعلا كل ما البنت تتطور بعلمها وكل ما المجتمع ايضا يتطور علميا عم تصير نبعد عن موضوع الزواج. ما الرابط بينهما؟ يعني مثل ما قلنا من شوي، بداية نحن بدنا نفرق بين العزوف عن الزواج وتأخر سن الزواج. تأخر سن الزواج هو صار حقيقة بهذا الوقت، مثل ما قلت لك انه صار الشاب عم بيتخرج بعمر مؤخر، لأنه تفرعت كتير الاختصاصات وصار اختصاص داخل اختصاص. حتى تلاقي فرصة عمل بدك تكوني عندك اختصاص بمجال معين لحتى لي تقدري تكوني عم بتطلعي مردود مالي بكفيك تتعيش. فتأخر عمر الزواج صحيح عم بيصير، متوسط عمر الزواج عند الفتيات عم يعلى وعند الرجل عم يعلى. يعني قبل كان إذا بدك بالخمسة وعشرين، هلأ صار بالخمسة وثلاثين عند الرجل. بدنا ننتبه لهذا الشيء. فهون هو عازف عن الزواج، مش لأنه هو ما بده يتزوج، لأنه في متطلبات. يعني بده يجيب شهادة، بده يعمل طب، بده إذا بده يخلص اختصاص بده 11 سنة و12 سنة أحيانا. وبقلب إذا قلنا عمل طبيب عيون، بعد شوي بده يتخصص طبيب بالشبكية أو طبيب بالقرنية. صارت التخصصات عم تاخد وقت طويل. بيقول أنه حتى أنا حتى لاقي فرصة عمل وأقدر أكون عايش مرتاح بدي هيدي السنوات الطويلة من التعلم. صح. بالإضافة للي قلتيه، لما بيصير الإنسان مكتفي ماديا مثل البنت، حالة الفتاة هون لحالة، هونيك الحالتين سوا. هون حالتها إيه هيدا الشيء يعني شوي بتفشها شوي لورا، بأخرها عن موضوع الزواج إنه لأنها مرتاحة، منا مضطرة. يعني إنه بفوت بمشاكل زوجية تكون إلها علاقة بالوضع الاقتصادي، هي مرتاحة وعم تصرف على حالها وما في ضغوطات، هو يمكن قادرة تجيب كل شيء بدها إياه. يعني ما قادرة يمكن في مجال. بس نفصل من شغلتين، تكلمت الدكتورة عن الشق الاقتصادي اللي عم بيفرض على الشاب يتأخر بالزواج. هذا الشيء واقع. وبين مسألة الاكتفاء، أنه الأخت إذا صار في عندها اكتفاء مادي فأني معش بدي أتزوج، وكأنه الزواج من الشاب هو للاكتفاء، فإذا صار في عندنا اكتفاء معش في داعي للزواج. لا، هذا شيء مش صحيح. هو عنصر مؤثر. هذا شيء مش صحيح. مش أكيد. الزواج هو رابط مقدس، هو السبب يعني. الزواج هو استجابة لفطرة الإنسان. الإنسان بالفطرة بتوجه نحو الزواج، نحو بناء أسرة، نحو بناء كيان. صحيح. يكون عنده منزل، بناء عند حاجات معينة فضيلة. نعم. الشيخ يمكن بيشوفوها الزواج. يعني أنا بدي أقول هذه الحاجة جزء من حاجات. صحيح. يعني الإنسان بيشعر أنه يكون عنده حاجة، أنه يكون عنده ولاد، يكون عنده بيت، يكون عنده زوج، بغض النظر عن هالحاجة أو تلك الحاجة. الاستقرار هو وليد شأن عام. ومن المواضيع اللي كنا نحكي عنها وطرحتها ايضا الدكتوره هي موضوع الحاجه الجنسيه لدى الشباب. يعني في كثير، يعني احنا موضوع الزواج هو يرتب هذه الحاجه، هو يمكن الشاب اللي عنده حاجه يلجا لموضوع الزواج. نعم، يدفع نحو الزواج. نعم. ولكن اليوم ايضا مثل ما تفضلت الدكتوره، احنا في عنا الزواج المنقطع، يعني الزواج اللي غير الزواج العلني. طب هنا يعني فضيلة الشيخ قد ايه فعلا عم بيأثر هذا الموضوع على الزواج؟ هو نرجع بنقول وقت الانسان بياخذ الثقافه من غير مصدرها الاصيل بيوعى بعده مشاكل، وبيفهم الامور على غير صحتها. الزواج المؤقت منه بديل عن الزواج الدائم. الزواج المؤقت اجى ليعالج ان صح التعبير مشاكل انيه زمنيه، ما اجى ليكون بديل. لكن للاسف، وبرجع أنه بقول أنه الخطاب الدين والخطاب الإسلامي ما بيكون متزن ببعض الأوقات، بديش بكل الأوقات، والبنابر الفضائية ما عم يعني تقدم المفاهيم ضمن حدودها يلي هي مذكورة بالشرع. الزواج المنقطع عم بيعمل خلل بتعاطي الشاب مع الزواج كمشروع مقدس. الزواج كمشروع مقدس، كرابط عائلة، كبناء أسرة، هو الزواج الدائم. نعم. مش الزواج المنقطع. الزواج المنقطع هو حالة استثنائية بالزواج، لا يطلب لنفسه، يطلب لظروف معينة. من هون نحن للأسف الانترنت وقت البلش يعني قدم ثقافات متناقضة، والشاب عم بفوت على الانترنت ومش عم بيسأل في مواقع سليمة في مواقع غير سليمة، صار يفهم الزواج بطريقة غير سليمة. أنا اللي بدي أقوله أنه لا يجوز اعتبار الزواج المؤقت مثل الزواج الدائم. الأصل هو الزواج الدائم. الزواج المؤقت بظروف خاصة، بظروف خاصة، باستثناءات خاصة.
للأسف ضيوفي الكرام، يعني تقريبا وقتنا شارف على الانتهاء، مع أنه الموضوع يطول بالأمور اللي فيه. دكتورة، يقول علم النفس أن هناك بعض حالات العزوف عن الزواج راجعة إلى أمراض من قبيل التخوف الاجتماعي أو ما يسمى الخوف من الزواج، يعني الرهاب الناتج عن عدم الثقة بالنفس، مشيرا إلى أن المعنيين بهذا الأمر لا يستطيعون الإقدام على الزواج ويمثلون في المجتمع بنسبة 5-10%. شو تعليقكم؟ بس نهاية أنا بدي أعلق على كلام فضيلة الشيخ بخصوص الزواج المؤقت، وطبعا هو هذا النوع من الزواج وجد ليحل مشكلة، مش ليحل محل الزواج الدائم. بس بدي نبه لشغلة، للأسف يعني بنشهد بعض رجال الدين بيشجعوا على هذا الزواج وما بينتبهوا أنه هذا الزواج بده طرفين، طرف الرجل وطرف المرأة، وبعد شوي بنصير نحكي عن الفساد في المجتمع. فبس شجع الرجل أنا على هذا الموضوع، بكون كمان في طرف تاني هو معني، هي المرأة معنية بهذا الشيء، فبدنا ننتبه لهذا الموضوع. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم رهاب اجتماعي، مسمى هو هذا مرض صحيح يندرج تحت أمراض القلق، بيعاني شخص منه من حالة خوف من مواجهة الناس. يعني مش بس بموضوع الزواج، يعني هو ما بيحب يظهر على المجتمع، وعادة بياخد 10 سنوات تقريبا تيتشخص هذا المرض، ويبلش بعمر كتير صغير. عادة بيقولوا عنه هذا الشخص الخجول المنطوي، ما بيحب يعمل واجبات، ما بيحب يحضر أعراس، ما بيحب يحضر، ما بيحب يلقي خطاب، ما بيحب يطلع على التلفزيون إلى آخره، ما بيحب يختلط. هذا مرض، مرض إذا بدك اضطراب اسمه رهاب اجتماعي، وطبعا هيدا له علاج بالعلاج النفسي، بيصير مرات بيحتاج المريض إلى دواء. طبعا هيدا هون عم نحكي عن اضطراب، مش عم نحكي عن شخص سليم وأسباب عزوفه. صحيح هذا الشيء موجود، وطبعا تختلف نسبة من مجتمع لآخر. آخر دراسة بأمريكا قالت أنه حوالي 18% نسبة الرهاب الاجتماعي موجود. يعني إذا قستيهم على عدد المواطنين بيطلع بالملايين. صحيح هذا مرض موجود، ونحن بمجتمعنا أكثر شيء بنقول هذا خجول ومش اجتماعي، ولكن مطلق هذه العبارات ومع الوقت مثل ما تفضلت يبين أنه ويمكن أقضي حياته كلها هيك الشخص خجول ومش اجتماعي. يعني وكنصيحة أخيرة من حضرتك دكتورة، خاصة للحالة اللي شفناها. أنا بدي أقوله شغلة كتير معروفة ويمكن منرددها كل يوم، ولكن ما مننتبه لو ممنوعها منيح. المال لا يجلب السعادة ولا يساوي السعادة، بدنا ننتبه وين المال بيسعدنا ونستفيد منه. يعني للأسف الأشياء اللي عم نعملها نحن بمجتمعنا صايرة عن جد يعني مش بس خارجة عن الحدود، مبالغة جدا. يعني إذا حتى تزوج بده يعمل سوفينير، ولازم يكون الكارت اللي بيبعته كمان لازم يضل، وكله بتعرفي أنت بنحط عرفوف وإخشي بينكب، حبة الشوكولاتة بتكون دفع حقها، هالقد العرس بدي يكون، إذا ولد جاب ولد بدي أعمل سوفينير إلى آخره. صرنا كتير عم نبالغ، إذا بنت تكلفت بدنا نعمل حفلة طويلة عريضة. خلينا نوقف هذه المبالغة وفعلا نستثمر المال بمحل يسعدنا. يعني أنا إذا مقبل على الزواج بعمل عرس ب30,000 دولار، طيب 30,000 دولار هودي ممكن استفيد منه بمحل تاني، ممكن استفيد منه على يمكن أعمل مشروع كرمال الناس. خلينا نفهم شيء، انه هيدا التبذير والاسراف ما بيجيب يوما سعادة ابدا الى هيدا البيت الزوجي. خلينا فعلا ندرس حاجاتنا وندرس امكانياتنا ونشتغل على قدها، مش دايما على نسق نحن اللبنانية انه دايما قروض هون وهون وهون بكل المحلات مقترضين، وبعد شوي حنموت ونوصل ما بعرف شو، نحن عم نسد هذه هذا المظهر يكون موجود. السعادة لا تساوي المال ابدا. خلينا نتواضع بالاشياء اللي نحن عايزينها، ونتطلع لهدفنا الاسمى بالحياة، نحن لشو موجودين بهذه الدنيا ولوين رايحين، هذا هو الأهم. وهذه هي النصيحة. فضيلة الشيخ أيضا كلمة أخيرة لحضرتك ونصيحة. يعني أتمنى من الشباب بالدرجة الأولى أن يقرأ الزواج من الشق العقائدي والشق الديني والشق القرآني، ويشوفوا أنه عندهم مفهوم عن الزواج مختلف عن الشيء اللي طرحه الإسلام، ويخفف شوي من ثقافة التواصل ومن ثقافة التغرب. التغرب خربنا حتى اقتصادي، نحن عم نعاني منه بسبب بعض ثقافتنا المحدودة. يعني الشاب مش مستعد انه يسعى، مش مستعد انه يوجد عمل يعتاش منه ويشغل المجتمع، بده كل شيء يجي لعنده. هذا الاتكالين نحن نطلع منه. فالزواج حينما يكون لله بتصور بيكون سهل وكل مشاكله بتنحل. أما إذا بدي تزوج بعيدا عن القيم والمبادئ الإسلامية بدي واجه مشاكل. فالحل هو في الإسلام،
أنا صراحة بشكر قناة الإيمان. شكر على هذه الحلقة وشكر خاص لأخت بتول فحص. شكر لك أكيد. الحوار اللي أقامته إنه نحن فعلا بحاجة لتوجيه المجتمع نحو الزواج السليم والصحيح حتى نقدر نواجه المشاكل والتحديات. وأيضا أنا بدوري وأكيد قناة الإمام نشكر وجودك فضيلة الشيخ، كافة الإيضاحات اللي أعطيتنا إياها والمعلومات القيمة، يعني على أمل نكون أدينا واجبنا في هذا الإطار وفي هذا الموضوع. وأيضا الدكتورة سمر بشير أشكر وجودك معنا اليوم، أعطيتنا هذه اللمسة يعني البسيطة فعلا قد ممكن بساطة السعادة تصح التعبير كيف ممكن تؤمن. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أريد حلا، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل مع مواضيع جديدة. وفي الختام مع سايا إلا أن أقول لكم دمتم بأمان الله والسلام عليكم.